ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن ن offset on surface، ممكن نجيب ال point at بقى دي اللي كنا بنتكلم عليها، ممكن نجيب point at length معين، وممكن نجيب point at parameter. الحتة دي مهمة والفيديو ده هيبقى طويل شوية بسببها، اوكي؟ لان ايه معنى ال double t دي؟ لو جيت هنا قلت له هلاقي ان دي بنسميها الكيرف بارامتر، التي دي دايما اسمها الكيرف بارامتر. فانا محتاج الاول علشان اعرف اشتغل بيها اعرف البارامترز بتاعت الكيرف ده، صح؟ ايه البارامترز بتاعت الكيرف الاول؟ ويمكن علشان افهم البارامترز بتاعت الكيرف محتاجين قبل ما نبتدي دي مثلا نشوف حاجة ميثود مهمة، وهي ازاي اقدر ديفايد كيرف، اوكي؟ بان انا اقسمه لمجموعة من البوينتس، تمام؟ امر ديفايد كيرف اللي احنا بنستعمله بالظبط. خلونا نبتدي بالديفايد كيرف وبعد كده نرجع للبوينت ات. الديفايد كيرف اقدر اعمل ديفايد باي كاونت باستخدام عدد نقط معين، اوكي؟ ليها برضو كذا اوفرلود. خلونا نشتغل بدي اللي دايما فيها كلمة out point 3D، اوكي؟ لان out point 3D اللي هي اللي هنا دي اللي بتطلع لي الكيرف بارامترز اللي احنا عايزينها. لو انا عايز اتشيك ان بوينت مثلا على كيرف بارامتر معين، اقدر اتشيك بان انا اطلع البارامترز باستخدام الاوت بوينت 3 دي دي، وهنشوفها ازاي، تمام؟ تعالوا الاول نجرب ديفايد كيرف باي كاونت، وبعد كده ديفايد كيرف باي لينث، ونرجع بقى نشوف البوينت ات، تمام؟ لان زي ما اتفقنا البوينت ات بتستخدم ان انا اجيب النقطه عند بارامتر معين، بينما البوينت ات لينث ودي اللي هنجربها بعد كده هنلاقيها هي اللي بتجيب لي النقطه عند لينث معين، تمام؟ طيب خلونا نلغي الاوفست اللي هنا ده ونيجي كده نجرب. الاول نجيب بوينت ات لينث عادي. احنا عرفنا ان اللينث بتاعنا كام؟ كان حوالي 59 متر مثلا، صح؟ طب لو جيت هنا دلوقتي قلت له point 3D point at curve يساوي new، لا مش يساوي بقى new point 3D، هتساوي ال curve A dot أو curve بقى dot point at A، اوكي؟ curve dot point at، لا ما ظبطتش برضو، يبقى احنا كده محتاجين نكتب curve A dot point at، اوكي؟ وهنا هنحط الدبل، الدبل ده خلينا نسميه تي عادي، اوكي؟ او خلينا نستعمل الامر الاصح اللي هو at length، اوكي؟ و at length هنا هلاقيه بس بيطلب مني دبل، تمام؟ فهقول curve length مثلا، وهاجي هنا هقول له c يساوي point at curve، هعمل run مش هيشتغل. السي عندي هيبقى ناقص بس ان انا اضيف هنا البارامتر اللي انا قلته اللي هو كان اسمه ايه، اللي احنا هنا سميناه curve length. فهكتب هنا curve length، ولازم طبعا بنفس ال capital يبقى capital وال small يبقى small وهكذا، اوكي؟ اعمل run تاني هلاقي هنا في مشكلة. المشكلة بتقول the name curve B does not exist in the current context. احنا ما عملناش curve B فمحتاجين نمسح ال B اللي هنا دي. هنعمل run هنلاقي الموضوع اشتغل معانا. طيب السي هنلاقيها البوينت الاولى هي اللي مسكها لي. خلونا نعمل بوينت هنا علشان نشوف دي، وخلونا نتشيك تاني اللينث بتاع الكيرف كان ايه. فهاجي هقول له بي يساوي كيرف اي دوت لينث دوت جيت لينث، صح؟ لما اقول له هنا بلاي اللينث كان 47.949، فانا اكشلي ممكن اعمل له من الصفر لحد 47.949202، ده كده طول الكيرف بتاعي. لو مسكت البوينت دي البوينت اللي عند الزيرو، وهلاقي ان هي ايه كده، انا قدرت اجيب البوينت عند طول معين من الكيرف ده. طيب كده انا عرفت ازاي اقدر اجيب بوينت على كيرف. طب ازاي اقدر اقسم كيرف لمجموعه بوينتس؟ اوكي خلونا نجرب حاجة تانية. لو عايز اعمل
ديفايد هلاقي النتيجة دبل، بس الاوت بتاعي بوينت، صح؟ فانا دلوقتي لو عايز اعمل الدبل ده اكشلي هو هيديني الكيرف بارامترز، والبوينتس هتديني البوينتس اللي بعملها. طب البوينتس دي هنا الاول لو جيت بصيت هلاقي ان هي array of points، ما ينفعش اعمل ليست، وبالتالي انا محتاج اعمل بوينتس. البوينتس دي ال array of points دي هيتضاف لها البوينتس اللي نتجالي من اللاين اللي هو بتاع curve dot divide by count مثلا. خلينا دلوقتي نعمل ازاي بنعملها. بنعمل point 3d array ونديها اسم pts مثلا. اوكي كده انا عملت initiation لpoints array فاضية لسه هضيف لها. وخلونا فاكرين ان احنا دي مش زي الليست، ما اقدرش اقول له يساوي new point 3d array واسيبها فاضية. اوكي الاراي دايما لازم بتدخل لها الدايمنشنز بتاعتها في الاول، يا اما بتقدر تكريت اراي فاضيه وخلاص. اوكي هاجي بقى بعد كده هقول له نتاكد بس الميثود ستاتيك ولا لا. الميثود مش ستاتيك، وبالتالي انا عشان اعملها هقول له كيرف اي دوت ديفايد باي كاونت. هفتح القوسين، الاول هو عايز الكاونت وليكن مثلا خلينا نعملها PTS count، و هنقول له include ends. انا عايز include ال ends، يعني لما يقسم يعتبر لي النقطة الأولى معايا والنقطة الأخيرة معايا. وأخيرا هقول له out PTS. اوكي كده انا قلت له ايه. مهمة بقى كلمة out دي، out دي جديدة علينا. out دي معناها خد لي الناتج بتاع البوينتس اللي طلع لي من الديفايد باي كاونت دي وحطها لي في الاراي بتاعت البوينتس. وبالتالي انا لو عايز اطلع دي هاجي هقول له دي يساوي بي تي اس، كده هيجيب لي البوينتس اللي موجوده على الكيرف بناء على العدد اللي انا هعمله له هنا دلوقتي اللي احنا سميناه ايه؟ اللي احنا سميناه بي تي اس كاونت، صح؟ والبي تي اس كاونت ده هيبقى انتجر، صح؟ لان احنا دايما لما باجي اقول انا عايز اقسم الكيرف انا محتاج اقسمه على 10 نقط على 5 نقط، مش ما اقدرش اعملها دبل، فدي هتبقى انتجر. وهنا ممكن نقوله من 0 لحد 20 مثلا. اوكي طيب هنقفل بقى البوينتس دي اللي مخليانا البوينتس اللي ممكن تلخبطنا هنا عشان الامر يبتدي يظهر معانا، وهنضيف الدي اللي هي البوينتس، صح؟ لو جيت دلوقتي قلت له play في error ظهر، معناها في مشكلة. the name point at curve that not is does not exist. لان احنا مسحنا هنا ال line اللي كان بيجيب لنا point at curve. تمام اوكي دلوقتي لما هعمل run احنا قلنا له هنا هات ال pts. طب فين المشكلة؟ المفروض ان ال d دي هي هتديني البوينتس اللي على اللاين، ولكن علشان احنا هنا سايبين البوينتس كاونت بصفر فطبيعي ان هو مش هيقسمه لي. انما لما ابتدي هنا هلاقي ان هو دلوقتي بيقسم لي البوينتس دي، بيقسم لي الكيرف لمجموعة من البوينتس المسافات بينها متساوية تماما، صح؟ يعني المسافة هنا قد المسافة الطولية لدي قد المسافة الطولية دي، الارك لينث يعني. تمام لو حابب بقى ديفايد بدل باي كاونت اديفايد باي لينث، ايه اللي هيحصل هنا؟ هو عايز اللينث السيجمنت لينث انا عايزه كام بالظبط. فخلينا مثلا نقول وليكن 3 متر وانكلود اندز هقول له ترو. تمام في اوفرلود تانية بوليون ريفرز مش محتاجينها، يريفرز بدل ما يعملها ترو يعملها فولس، حاجة مش مهمة اوي. يعني احنا هنا دلوقتي قلنا له اظهر لي البي تي اس، احنا هنا دي ما فيهاش اوت واوت بي تي اس لازم. تمام اللي هو هنلاقيه الاوفرلود التالت احنا نسينا نعملها، فبالتالي هو مش هيطلع لي بوينتس دلوقتي. هنا لو بصينا
احنا هنا عندنا البوينتس دي ممكن دلوقتي بدل كل 3 ممكن لو خليتها كل 2 متر هلاقي ان كده هو بيقسمها لي بناء على الطول بدل ما يقسمها لي بناء على عدد سيجمنتس معين انا عايزه، تمام كده؟ فهنا انا اللي بحدد له طول السيجمنت، انما هناك انا بحدد له عدد السيجمنتس اللي انا عايزه اللي هي في الديفايد باي كاونت. في اخيرا هنا كده تمام، دي الديفايد باي كاونت ودي. طيب ممكن اجيب بقى هنا البوينت ات، لو جيت قلت له كيرف اي دوت بوينت ات، البوينت ات دي زي ما اتفقنا بتحتاج دبل، ولو بصينا ايفالويت بوينت ات كيرف بارامتر، تمام؟ لو جينا بقى هنا بصينا احنا عمل، هل خرجنا دي؟ لا كده احنا النتيجه عايزين النتيجه بتاعت دي. فلو جيت هنا قلت له var اي اسم نيم يساوي كيرف كذا، وجينا قلنا له هنا خلي لي السي تساوي نيم، ايه اللي هيحصل معايا؟ هيطلع لي في السي مجموعه من البارامترز. لو جيت هنا دلوقتي خلينا نوقف بس دي، هاجي هبص هنا هلاقي ابتدى يطلع لي مجموعه من البارامترز هنا، 5 بارامترز، تمام؟ والخمسه بارامترز دول لو بصينا هنلاقي ان المسافات بينهم مش متساويه، المسافات بينهم دي هي اكشلي ليها علاقه بسرعه الاوبجكت اللي ماشي على الكيرف. لو الاوبجكت ده سريع هلاقي ان البوينتس بتكتر، يعني مثلا عند الكيرفيتشر اللي هنا اللي هو يعتبر اوسع من الكيرفيتشر ده هنلاقي ان الاوبجكت بيتحرك اسرع، بيتزحلق على الكيرف اسرع، وبالتالي هنلاقي ان البوينتس عددها دايما بيزيد هنا. لو ما عملناهاش ديفايد باي لينث خلينا نرجع نعملها تاني ديفايد باي كاونت، اوكي؟ عشان نزود عدد البوينتس شويه ونشوف الموضوع. وهنا بدل 8 هنخليها بي تي اس كاونت، تمام؟ لو جينا عملنا هنا رن هنلاقي ان البارامترز بتاعتي زادت، البارامترز دايما متعلقه سواء بالبوينتس كاونت او متعلقه بالسيجمنت لينث، لو انا عملتها ديفايد باي لينث، تمام؟ اللي هيحصل هنا ان دول مثلا اقدر استخدمهم ازاي؟ لو جينا مثلا بصينا الامر زي امر شاتر، اوكي؟ امر شاتر ده اللي هو من الاخر المفروض ان هو يقسم لي الكيرف لمجموعه من السيجمنتس بناء على البوينتس اللي عليه دي. فانا دلوقتي لو جيت خدت الكيرف A اللي احنا عملنا له ديفايد باي كاونت، تمام؟ الكيرف A اللي احنا حاطينه في اوبشن A هنا، لو وصلت الكيرف ده هنا وجيت وصلت البارامترز دي اللي انا سميتها نيم في التي، هلاقي ان هو هنا اداني 20 سيجمنت. لو جينا عملنا ليست ايتم وخليناها من 0 لحد 19 وجيت بصيت هنا هلاقي ان ده دي السيجمنت الاولى، دي الثانيه، دي الثالثه، الرابعه، وهكذا، تمام؟ امر شاتر ده دايما بيستخدم البارامترز بتاعت الكيرف، تمام؟ البارامترز دي برضو هي اللي اقدر بالامر بوينت ات استخدمها. فممكن اجي هنا اقول له بوينت ات محتاج بقى بارامتر من دول، فلو جيت هنا قلت له 0.471713 اللي هو اول بارامتر عندي هنا هلاقيه وصلني عند اول نقطة بالظبط، اوكي؟ ودي 0.3 دي بوينت ات كيرف، ماشي؟ يساوي كذا. وهاجي هنا هخلي السي تساوي، او خلينا نعمل خلاص اوتبوت جديد نقول له يساوي بوينت ات كيرف، تمام؟ لو جينا دلوقتي عملنا رن وضفنا الاي هنلاقيه اداني البوينت اللي هنا بالظبط اهي عند 6.3، وهي مش احنا عاملين لها هايد باين؟ لا، اعمل بريفيو اهي، تمام؟
دي البوينت اللي هنا بالظبط. لو جيت غيرت دي وخليتها بدل 0.471 كذا خليناها 3.570598 اللي هو البارامتر اللي عند رقم 11، وجينا بصينا هنلاقيه جاب لي النقطة اللي هي رقم 11 المفروض. تمام. فالجزء بتاع البارامترز الكيرف بارامترز هو ماثيماتيكلي صعب شوية ومحتاج قراية كتير ومحتاج دراسة بصراحة، من أعقد المواضيع اللي حتى في الرياضيات ما بتتدرسش غير بعد الكوليدج ليفل كمان يمكن. بس anyway احنا دلوقتي اللي نقدر لو حبينا بس ناخد له تعريف مبهم تاني هو بارامتر ليه علاقة، هي بارامترز ليها علاقة بسرعة الأوبجكت اللي بيتحرك على الكيرف. السرعة دي اللي هي أكيد بتتأثر بعوامل كتير زي الكيرفيتشر، زي الكيرف نوتس، زي الكيرف ده واسع ولا أقرب للاين، يعني هل هو كيرف صريح ولا يعني مديني دوران قوي ولا هو أشبه لللاين. كل دي عوامل بتأثر على السرعة، وكل دي عوامل بتأثر على البارامترز بتاعت الكيرف اللي لو جينا بصينا هنا هنلاقيها بتتحرك بمسافات مش متساوية بناء على البوينت دي موقعها فين في الكيرف. تمام. بس أنا دلوقتي مثلا في شغلي أنا كل اللي محتاجه بوينت ات لينث مثلا، صح؟ يعني اللي أنا الحاجة اللي أنا محتاجها حقيقي أنا عايز أجيب بوينت عند لينث معين، صح؟ طيب في طريقة أخيرة كده ممكن نتكلم عليها، اللي هو أنا عايز أجيب بوينت بطريقة أسهل شوية، نعمل ري بارامترايزيشن للكيرف ده. فده معناها إن إحنا نغير الدومين بتاعه ونخليه بدل من زيرو لحد اللينث اللي هو 47.949 ده، نخليه من صفر لواحد. نقدر نعمل ده إزاي؟ الكيرف أقدر أجيت أو أسيت الدومين بتاعه، بمعنى أنا ممكن أجي أقول إيه؟ كيرف A دوت دومين يساوي نيو انترفل من صفر لواحد. اوكي. هنا لو جيت قلت له بوينت ات لينث، كده احنا غيرنا الدومين بتاع الكيرف خليناه من صفر لواحد بدل من صفر ل 47.94. وطبعا العمليه دي هي عمليه نظريه، يعني الكيرف هنا مش هيصغر معايا. تمام. كده انا لو جيت قلت له البوينت ات لينث 0 وعملت رن، هلاقي هنا ان دي البوينت الاولى بتاعتي. لو جيت هنا غيرت دي وخليته مثلا عند ربع الكيرف، تمام، هنلاقي الموضوع ما حصلوش حاجه، لسه فيها تعديله عشان الكيرف دومين دي. طب لو جربنا نخليها بوينت ات بوينت 2 5 بوينت 5، هنلاقيها في نص الكيرف، وعند واحد هنلاقيها عند اخر الكيرف. يبقى احنا هنا دلوقتي لو عايز احول يعني اريبارامترايز الكيرف اللي انا بعمله، ان انا مش بغير اللينكث بتاعه ده، انا بغير البارامترز بتاعتي اللي هي عندي من صفر لحد ستة، بخليها من صفر لواحد. وبالتالي لو انا عايز اعمل ريبارامترايزيشن لكيرف، الاول هغير الدومين بتاعه، بدل ما هو من صفر لحد ستة انا هخليه من صفر لحد واحد علشان اجيب بوينت على الكيرف نسبيا، هي على نص الكيرف او في اوله او في اخره. ممكن اقول له كيرف ايه دوت بوينت ات من صفر لواحد، مش هقول له بقى كيرف ايه دوت بوينت ات لينث، هقول له كيرف ايه دوت بوينت ات اللي بستخدم معاها البارامترز الكيرف بارامترز اللي هي انا هنا غيرت الدومين بتاعها خليته من صفر لواحد، فغيرت الارقام دي كلها خليتها من صفر لواحد. تمام كده. نبص بصة كمان كده على الكيرفز، احنا هل في حاجة تانية؟ شفنا البوينت ات والديفايد باي كاونت، شفنا الديفيجنز كلها خلاص. اخر حاجة تعالوا نشوف الاكستند سريعا، اقدر اكستند كيرف ازاي. تمام. لو جينا بصينا على امر اكستند، اقدر اديله دبل تي زيرو مثلا، واقدر اديله دبل تي 1، واقدر اديله مثلا كيرف اند سايد ودبل لينث وكيرف اكستنشن ستايل. تمام. كيرف اند سايد يعني انا هحدد له من الاخر، هقول له زي هنا برضو هحدد له، اقول له هل انا عايز ابتدي من النقطه الاولى في الكيرف ولا النقطه الاخيره، انا عايز من اي اتجاه في الكيرف ده اللي اشتغل عليه. الامر اكستند هنا ممكن احدده باستخدام دومين، ممكن باستخدام رقمين دبل تي 0 ودبل تي 1. اوكي. هنا بيقول اكستند كيرفز تو انكلود ذا جيفن دومين،
This will work on closed curves. The original curve will be identical to the restrictions of the resulting curve to the original curve domain. طب لا انا ممكن الطريقة الاسهل بقى ان انا هنا هختار السايد اللي انا عايز ازود فيه مثلا length و وهدخل اللينث اللي انا عايز ازوده. فلو بصينا بس معلش مرة اخيرة كمان هنا نتأكد، هنلاقي ان دي مش static method، فهنلاقي ان احنا عشان نعملها عشان ازود اللينث فانا محتاج اقول له curve a dot extend، تمام؟ وبدل الدبل فانا هدخل له الكيرف اند سايد، فهقول له كيرف اند دوت يا اما ستارت يا اما اند يا اما بوث. فلو قلت له بوث هو هيزود لي الاثنين بنفس الطول اللي انا هديه له، اللينث اللي هو مثلا 10 متر، اوكي؟ والاكستنشن ستايل كيرف اكستنشن ستايل دوت ارك ولا لاين ولا سموث، هل انا عايزه يبقى ارك ولا عايزه يبقى لاين مستمر؟ نجربها ونجرب سموث. سموث كانك مديت الكيرف بنفس الاتجاه بتاعه بالظبط. فلو جينا عملنا كده اوكي، احنا هنا قلنا له كيرف ايه دوت اكستند، هو الناتج بتاعها ايه؟ الناتج بتاعها كيرف، تمام؟ يبقى الناتج بتاعها مش بوليان، وبالتالي انا محتاج اعرفه في كيرف جديد. فهاجي هقول له كيرف كيرف سي يساوي كيرف اي، وهاجي هنا هقول له اف يساوي كيرف سي. يبقى لما بتبقى النتيجه مش بوليان فبالتالي الاكستنشن ده مش هيحصل وخلاص غير لما اعرفه جوه كيرف، تمام؟ فهنا لو قلت له اف هلاقي ان الاكستنشن كده حصل، وهلاقي ان الناتج هنا البلينر كيرف بتاعنا. لو بدل اللاين ده جيت قلت له ارك مثلا هلاقيه كمله في صورة ارك. لو جيت قلت له سموث هلاقي ان الكيرف كمل بناء على شكل الكيرف المتوقع هو المفروض هيبقى هيروح على فين بعد كده يعني، تمام؟ طبعا اقدر بدل الكيرف اند دوت بوث اختار الكيرف اند دوت ستارت بس، فالكلام ده يحصل عند البوينت الاولى بس وغيره. واقدر اشوف بقى لو يعني في كذا طريقه تانية لان انا اعمل الميثود بتاعت الاكستند دي، بتشوف ايه الاسهل لك وبتبتدي تنفذها وبتبتدي تشتغل بيها لحد ما تتعود على الموضوع شويه. وبالمناسبه لو جيت هنا دلوقتي بعد ما زودت الكيرف ده، الكيرف ده مثلا احنا هنا بدل ستارت هنقول له بوث، وجينا هنا بدل سموث خليناها لاين، ممكن نيجي نقول له جي يساوي كيرف سي دوت جيت لينث، صح؟ ونشوف الطول بتاع الكيرف ده بقى ايه. اوكي، لو جينا هنا بصينا هنلاقي ان الطول طبعا زاد 10 و10، يعني زاد 20 متر زيادة. فدي اللي هي كانت 47.949202 بقت 67.949202 وهكذا. هنوقف الكيرفز لحد هنا، هنبتدي لسه نتعرف بعد كده في الفيديوهات الجايه على النيربس كيرف. النيربس كيرف هي ليها جيومتري خاصه بيها وليها كلاس خاص بيها غير الكيرف. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان النيربس كيرف ليه كلاس لوحده، هنتعرف عليه في فيديو لوحده، وبعد كده نبتدي ندخل في السيرفيسز بإذن الله. شكرا واشوفكم الفيديوهات اللي جايه.